ده مشوارك على مستوى الناشئين. خلينا نتكلم عن النقله الاكبر، يعني انت طبعا كنت بتروح تختبر في النادي الاهلي، وكنت بتلعب في نادي النيل، وبعدين كان دور كبير جدا كابتن خالد موجود انت في الناشئين، لكن النقله الاكبر من الناشئين للفريق الاول، واعتقد كان مانويل جوزيه كان ليه دور في الموضوع. لا ما كانش مانويل، كان كابتن مختار. كابتن مختار كان مانويل جيم لما انا طلعت. انا ما اعرفش بيبقى كانش ليا حظ في الفريق الاول شويه، مش عارف ليه حظ ان انا اتصعد. يعني عارف حضرتك كان بيبقى في اتنين مثلا، اتنين مساكين موجودين في فرقه 19 سنه، الفريق الاول يطلب المساك الثاني مش انا، مع ان انا كنت اميز واحد في الناشئين. كابتن مختار كان على طول لما بيطلبه حد احمد السيد، ما اعرفش كان يعني هم ما كانش فيه اعمار بيني وبين صوبل شويه، مش عارف ما كانش حبيبني. كان صوبل ساعتها مع اني لعبت يعني بعدها بشهر طلبني بالاسم، ولعبت معاه ماتش، اول ماتش ليا في كاس مصر معاه هو. كان سكت حديث سؤال يعني ما كانش حطك في دماغه يعني، لانه طلبك في الاخر. بس يمكن دي بتبقى توازنات يعني. مش توازنات، هو انت ما تعرفش حاجه في وقتها يعني، او خبرتك انت. لا ممكن قناعات هي. بص حضرتك، هي ممكن وكابتن هاني عارف، ممكن مدرب يبقى يقتنع بستايل لعيب او طريقه لعبه، ويجي مدرب تاني يقول لك لا انا اللعيب ده مش عاجبني. زي مثلا كابتن ايهاب جلال مثلا. كابتن ايهاب جلال ليه نوعيه لعيبه معينه لازم تلعب معاه في الدفاع بالذات، لازم يكون كورته كويسه، يبدا الهجمه من ورا. ممكن يكون في حد كويس قوي لكن هو مش مناسب للكابتن ايهاب. انا كنت خلاص يعني انا فقدت الامل، وكان نادي ام بي ساعتها كان لسه عايز يصعد ممتاز، وكلمه الله يرحمه كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي، قالوا له عايزين احمد السيد يلعب معانا، يلعب عشان عايزين. وانت كنت 19 سنه؟ 19 سنه. 19 وانا خلاص بقى. كان راي كابتن صالح سليم ايه؟ ما هو ما كانش عايز، بس انا اللي اصريت. كابتن صالح وكابتن طارق سليم من كابتن هاني يعرف، ولاد النادي بيبقوا عزاز جدا 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 عند كابتن طارق وعند الله يرحمه وعند كابتن صالح الله يرحمه. وانت كان قرارك ان انت من زهقت خلاص يعني، هي ممكن يعني هي الحياه فرص، ممكن فرصه ما تجيش تاني. نادي ام بي نادي كبير، وكانوا عارضين فلوس كويسه جدا وقتها، انا عندي 19 سنه، فعارضين فلوس كويسه جدا. وكان قعدت مع الناس، الطموح عندهم كانت عاليه، انا بحب اروح نادي يبقى عنده طموح، مش عايز اروح العب في نادي لمجرد ان العب وخلاص. فخلاص فكابتن مختار قال لي خلاص انت كمل الموسم لحد اخره مع الناشئين وبعدين روح ام بي. فاحنا كنا في اسكندريه في معسكر في اسكندريه، و يعني فطرنا ونازلين على الغدا، لقينا كابتن مختار مش موجود، وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن طارق سليم مش موجودين. بنسال قال لك ده مسكوا الفريق الاول. مسكوا الفريق الاول. صعدوا في الاول. صوبل مشي ساعتها، كان ماتش القطن الكاميروني بعد ماتش البن الاثيوبي وخسرنا. فمشوا الجهاز الفني. فانت ابتدى تاني يعني احياء الامل يعني. انا طلعت الاوضه، طلعت اوضه مريح شويه، لقيت الاداري بيكلمني. انت ومحمد فضل وياسر علي وامير عبد الحميد انزلوا سافروا كده عشان تنضموا للمعسكر، عشان مسافرين رومانيا. فطبعا فرحه رهيبه بقى، الواحد ماشي الدنيا بقى فرقت معايا. فرجعت القاهره اتمرنت، وكابتن مختار قال لي انا اصريت ان انت تيجي، وكلمت الناس، وكابتن طارق سليم اصر ان انت تكون موجود، واحنا عندنا ماتشات في رومانيا، انا هبدا احطك على الطريق وماليش دعوه بيك بعد كده. خلاص انت بقى، وانت هتلعب كويس هتكمل، مش هتلعب مش هتكمل. طبعا انت بقى كنت ساعتها متضايق، او يعني جات لك حاله شويه من الخمول كده او الاحباط، وبعدين زي كابتن مختار يعني رد لك الروح طبعًا تاني. طبعا يعني عملت ايه بقى يعني؟ كان بقى اللحظه دي وهو بيقول لك كده. الميزه ان المدرب اللي هو مصعدني مقتنع بيا، يعني المدرب اللي بيحارب عشان طلعنا الفريق اول. فهو مسك فريق اول ده يعني برضه، اما كابتن هاني عارف، اما يكون بيتمرن مع مدرب مقتنع بامكانياته فبيحاول يطلع كل اللي عنده، غير اما يكون واحد مش مقتنع بيا وبيلعبني بس غصب عنه. فطبعا فرقت معايا. لعبت اول ماتش في رومانيا، كنا بنلعب فرقه اسمها ستيوا بوخارست، وبعد كده لعبنا الاسماعيلي ماتش هناك. فطبعا انا عملت الماتشين كويسين جدا، وبدات بقى الناس تتكلم عليها كويس. جينا اول ماتش لعبناه مع اتحاد عثمان في الدوري، انا فاكر الكلمه دي، كابتن ياسر ريان كان دفاع الاهلي بقاله فتره ما كانش كويس، فالماتش ده كنا كويسين، كنت بلعب انا وحسام غالي وشادي. قال لك حاجه؟ قال لي انا اول مره من فتره احس ان انا عندي دفاع. كابتن ياسر ريان كان بيلعب في الماتش ده، قال لي اول مره احس ان انا في دفاع عندنا. كان مين بيلعب جنبك يا احمد؟ انا وحسام غالي وشادي وانا وشادي. يعني حسام كان بيلعب ساعتها، كان بقى تقريبا قبل
قبل ما احترف. قبل ما يحترف حسام احترف 2004 رجع بيلعب ليبرو. ليبرو وكان كابتن وكابتن هادي طلع في نص الملعب. كابتن هادي خشبه في نص الملعب وانت وشادي وانا وشادي مساكين مساكين. كان عندهم مهاجمين كويسين جدا. فريق اتحاد عثمان كان فريق قوي وكان عندهم مهاجمين فعلا مميزين جدا. عملت ماتش كويس جدا كان اول ماتش ليا وبدات الناس تتكلم عليا. وبعدها بخمس ماتشات انضميت مع كابتن الجواري كنت حضرتك موجود فيها. انضميت وسافرت للسفريه بتاعت ايران الدوره الدوليه الوديه. الوديه دي كنت مع حضرتك هناك موجود فيها. فدي فرقت معايا جدا يعني وكملت. اول سنه كابتن مختار وبعد كده في نص السنه جابوا ديكسي وبعد كده ديكسي مشي وجيت مستر كان مارو. علاقتك ايه بديكسي؟ كويسه جدا بيحبني جدا.